إنسان يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل في هذا الزمن طلب العلم أفضل أم الجهاد في سبيل الله؟ طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله، فيطلب العلم حتى يخرج من الجهل وحتى يعرف الحق، هذا أفضل له من الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله يكون أفضل لمن تعلم أمور دينه، لمن تعلم أمور دينه، أما الذي لم يتعلم فكونه يتعلم هذا أفضل له من الجهاد في سبيل الله. نعم.